أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قوات روسية مدعومة بالدبابات والمدفعية تجري عمليات اقتحام لمصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة هناك. ومن جانب آخر، أعلنت كييف مقتل نائب قائد البحرية بصاروخ من مقاتلة روسية استهدف مروحيته، كما ناشدت الدول الغربية مساعدتها في فك الحصار المفروض على أكثر من 70 سفينة في موانئ البلاد بسبب القوات الروسية. كييف دعت أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة لمراجعة الوضع المتدهور لديها باستمرار. أما سياسيا، فشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أنه لا يمكن بناء السلام عبر إذلال روسيا. من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن روسيا تسعى لتغيير حدود أوروبا التي تعرفها، وأنها ستبدي رأيها الشهر المقبل بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد. إلى ذلك، قال كبير المفاوضين الروس إن المفاوضات بين البلدين لم تتوقف أبدا، إنما جرت عن بعد عبر الإنترنت. ومع انطلاق احتفالات يوم النصر في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، شدد هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الروسية تحارب من أجل أمن روسيا، مضيفا أن الغرب كان يستعد لغزو أراضي البلاد. بوتين أكد أيضا أن مواجهة النازيين الجدد كانت أمرا لابد منه، في إشارة إلى المقاتلين القوميين الأوكرانيين، وشدد على أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت ضرورية وفي الوقت الملائم، وكانت القرار الصحيح الوحيد. كما أشار الرئيس الروسي إلى أن المتطوعين في إقليم دونباس بالشرق الأوكراني والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم، معتبرا أن حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على الحدود الروسية، وأن الغرب لم يرد الإنصات لموسكو لأن خططا أخرى كانت لديه. وثمن بوتين تضحيات الجنود الروس، كما تعهد بدعم الأسر التي فقدت أحباء لها. من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستنتصر في حربها مع روسيا ولن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، فيما قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولايك إن دول الناتو لم تكن تنوي مهاجمة روسيا، لافتا إلى أن أوكرانيا لم تخطط لمهاجمة القرم.